شوف نهاية ايه اللي قديه، ده احنا الاتنين موجوعين من في ايامي قاسم، من في وجع احكي له همي، قولي مين يفهمني يعني وانت مش موجود. يا حبيبي الشوق قتلني والحنين لعنيك واخدني، طب عاتبني لكن تسيبني، لا ده قلبي يموت. دي حزينه. امال الدموع بقى تودينا فين؟ عايز اسمعيها؟ اتفضل يلا يلا. يا هموم للضحكة مش بتدوم، قولي لي امتى هقوم، ده الحزن كبرني. يا سنين اشكي اللي فيا لمين، دي الناس لقيتني حزين، قالت ايه يعني معقول تغير حالي، بضحك وفي حزني بدالي، معقول افضل ليل ونهار محبوس انا بين افكاري، بالوقت تغير حالي، ما بقتش اتأثر مالي، قلبي اللي في لحظة بينهار، ما بقاش همه لا يبالي. خلاص كده ها نكدت على الناس. اضحك انا بقى وانت مبسوط؟ لا والله شخصيتي فرفوشه بجد، مش عارف ايه الحكايه دي. امال في ايه؟ الكلام ده بيجي منين؟ ايه يا اخي ايه؟ الكلام ده حقيقي والله، هي دي الدنيا. ايوه بتجيب الكلمات دي منين؟ يعني بيجي لك الموضوع في بالك ازاي؟ بص انا ساعات بكون مطالب من نفسي ان انا اعمل اغنيه فبكتب كلام، وساعات انا بكون تعبان فعلا، يعني بكون حاسس ان في احساس غريب جوايا فلازم اعمل اطلعه في اغنيه. زي بسرح وطوه، دي بسرح وطوه انا كنت مكتئب فعلا، كنت زعلان وقاعد على كنبه وكنت بسال نفسي اسئله وجوديه غريبه، وكانت وقت الكورونا، فانا كنت بقول يعني ازاي انا لسه صغير كده وبقول فاكر ايام ما كنت بقابل صديقي وانزل اشرب معاه قهوه، فاكر ايه ده، انا لسه ما عملتش ذكريات عشان افتكرها يعني. فجت من هنا بسرح وطوه، وحتى لقيت الناس سبحان الله احساس عجيب جدا في الاغنيه دي، لقيت الناس بتكتب بتقول الكلام اللي كان جوايا قبل ما اكتبها، كاتباه في بوست، يا جماعه واحنا ازاي كنا بنعمل كذا كذا كذا، وازاي بنفتكر ذكرياتنا، وازاي مش عارف ايه، ازاي يعني وصل لهم بس الحمد لله على كل حال. بصراحه كل الاغاني اللي قلناها كل واحده ليها مود مختلف. الحمد لله. يعني انت معرفش بقى انت في هل حاله معينه بتعيشها علشان تعرف تكتب الاغاني دي؟ في حاله من الغموض. يعني ايه الحاله اللي مفروض انت بتبقى مثلا زي ما انت قلت من شويه بتقول انا ما لحقتش اعمل ذكريات عشان افتكر ذكريات؟ في اغاني كتير بتبقى عليك عيون، قلت لوالدتك حسيت ان انت بتكتب حاجه علشان ما كنت كاتبها حب بصراحه، بس هي طلعت امي اللي تسال. بص انت صريح قوي الصراحه. الدنيا جايه عليا قوي. ليه انت لسه صغير في مقتبل الحياه. طيب عايزه اعرف، انت قلت لي التارجت بتاعك ان انت الفنان فاضل شاكر. هو انا يعني مش بحط موضوع التارجت ده، بس انا بحب ناس معينه زي وائل جسار وعملت له، وانا بحب صوته قوي، وفاضل شاكر برضه ان شاء الله هعمل له اكيد، ومش ما بقتش اخد الموضوع تارجت قوي. ليه؟ هو لازم يبقى عندك طموح طول الوقت. ماشي، بس طموح ان اعمل اغنيه حلوه قوي. ايوه بس لو الاغنيه الحلوه بيغنيها المغني المفضل بالنسبه لك هتبقى حلوه قوي. صح.